أعلن مركز الشارقة الإعلامي الذراع الإعلامية لحكومة الشارقة والتابع لمؤسسة الشارقة للإعلام عن تنظيم منتدى الاتصال الحكومي 2012 الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، والذي يأتي في إطار التكامل مع الاستراتيجية الاتحادية للاتصال الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة. في وقت باتت فيه وسائل الإعلام في متناول أيدي الجميع وأصبح للكلمة المسموعة والمقروءة دورا كبيرا في حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حرص مركز الشارقة الإعلامي على تنظيم منتدى الاتصال الحكومي الأول تحت شعار دور الاتصال الحكومي في إدارة العمليات والتطوير، الذي يتماشى مع رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. طبعا هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز دور المركز الإعلامي في التواصل الحكومي بين المؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة وبين الصحافة عموما، سواء المقروءة أو المسموعة. فمن خلال هذا المنتدى نتمنى إن شاء الله من جميع إدارات الاتصال في دوائر الشارقة الحكومية التواصل وحضور ورش العمل وحضور الندوات للاستفادة القصوى من هذا المنتدى. تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات الصحيحة والدقيقة هي من ضمن أهداف هذا المنتدى الذي يعد الأول من نوعه، بالإضافة إلى نقل أحدث الممارسات المهنية في الاتصال الحكومي لإمارة الشارقة وتصحيح المفاهيم حول الاتصال الحكومي لدى العاملين في هذا المجال، الذي لا شك أن الجميع بات يدرك أهميته للارتقاء بالأداء، خاصة وأنه شريك للإعلام ومكمل لعمل الدوائر والمؤسسات الرسمية. يتضمن منتدى الاتصال الحكومي في دورته الأولى لهذا العام عدد من الجلسات وأوراق العمل، وأيضا عدد من ورش العمل، ورش التدريب التي سيتم خلالها تدريب منتسبي إدارات الإعلام في المؤسسات الحكومية بإمارة الشارقة. فرصة حقيقية، هكذا يرى العاملون في مجال الاتصال الحكومي وغيرهم من الشخصيات التي يستهدفها المنتدى، الذي سيحمل في طياته كبرى الأسماء المنتقاة من الرموز والشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية البارزة التي تألقت في سماء الإعلام، بالإضافة لضيف شرف المنتدى داتو سري عبد الله رئيس وزراء ماليزيا السابق، الذين سيعملون معا على تقديم جلسات حوارية وورش عمل متخصصة في مجال الاتصال الحكومي. أعتقد نحن في إمارة الشارقة بحاجة إلى مثل هذه النوعية من المنتديات الإعلامية المتخصصة التي تستهدف الاطلاع على أفضل التجارب. ما يمثل هذا المنتدى هو امتداد حقيقي للمشروع الإعلامي لإمارة الشارقة، للرقي بالمتحدثين الرسميين وأيضا للرقي بمسؤولين العلاقات العامة والإعلاميين في دوائر الحكومية. تفكرتي عن المؤتمر أنه بيكون مجرد محاور لأهم قيادات العلاقات العامة، بس تفاجأت أنه في ورش وفي مواضيع تخصصية تهمنا بشكل عام، فشكرا لكل من أعد لهذا المؤتمر. آمال منشودة وأجواء يسودها التفاؤل من العاملين في مجال الإعلام، هذا ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المنتدى وينطلق في 26 من شهر فبراير المقبل، الذي يبدو أن مركز الشارقة الإعلامي يخطو فيها بخطى ثابتة لتحقيق الأهداف المنشودة منه.